حصل بالأخبار من أونلاين. أهلا بكم أينما كنتم إلى تفاصيل جولتنا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية 28 والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء. وشهد السيسي في بداية فعاليات الندوة فيلما بعنوان سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب، تناول جهود تحرير سيناء حربا وسلما. استعرض الفيلم التسجيلي بطولات وتضحيات الشهداء خلال هذه المرحلة، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب الجارية على أرض سيناء بهدف تطهيرها من العناصر الإرهابية في إطار العملية الشاملة سيناء 2018. وقد شدد السيسي خلال كلمته على ضرورة تماسك جميع أطياف الشعب المصري حفاظا على الدولة المصرية، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجهه المصريون هو تحدي داخلي وليس خارجي. دايما بأقرر إن التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. إحنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. ازاي تاكلوا بعضكم؟ ازاي تموتوا بعضكم؟ ازاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة، مواطنين، شعب، مفكرين، مثقفين، إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا. قال شيخ المجاهدين في سيناء خلال حرب الاستنزاف حسن خلف إن بطولات الجيش المصري أثناء الحرب موثقة ومعروفة، أن هناك صور موثقة لعمليات عبور المجاهدين في حرب الاستنزاف كانت محظورة وأفرج عنها، وإن شاء الله تروا بعضها على الشاشة. ولكن أنا سأبدأ بالقادة. الرائد عادل ثابت، هذا الضابط أصيب في عينيه أثناء العمليات وعميت عيناه تقريبا، أرسلته القوات المسلحة إلى الخارج للعلاج، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى له عين يبصر بها وذهبت الأخرى. حينما عاد من رحلة العلاج طلب وأصر أن يعود إلى الجبهة. كان من حسن أقدارنا أنا وزملاء أن نعمل تحت قيادته. لقد تعلمنا منه كيف نحتقر الخوف، لأن الموت لا يحتقر. وقد رأيته حينما تحتدم الجبهة بالقذائف والقصف يأمرنا بالنزول إلى الملجأ، ويظل واقفا بعين وحيدة ينظر إلى أماكن تساقط القذائف وكأنه يبحث عن الموت. مواقفه الإنسانية. كان هناك أحد المجاهدين الأبطال اسمه شلاش خالد عرابي، مركز بئر العبد، مرض مرضا خطيرا بعد السلام. حينما علم به أتى إليه من الإسكندرية وأخذه إلى منزله وأدخله أفضل المستشفيات، وشاء الله أن توفي ذلك المجاهد البطل. جهزه وكفنه وعاد به إلى سيناء وقام بدفنه مع أبناء المجاهد، ووقف إلى جانبهم في خيمة العزاء ولم يغادرهم إلا بعد عدة أيام. وردا على كلمة شيخ المجاهدين في سيناء قال الرئيس السيسي إن جموع المصريين لا يحملون مسؤولية الإرهاب لأهل سيناء، وإن الإرهاب موجود بكل محافظات الجمهورية. وأضاف أنه يثمن تحمل المصريين في سيناء للإجراءات التي تنفذها الدولة هناك، مؤكدا أنه لو لم تحدث تلك الإجراءات لضاعت سيناء، وهو ما لن يحدث بإذن الله. اسمح لي أننا أوجه لك كل التحية وكل الاحترام، وفي كل لقاء وانت بتتكلم
بيزداد اعجابنا واحترامنا ليك والاهالي سينا. الله اهالينا الحمد لله اللي موجودين في سينا. وانا عايز اقول لك ان كل المصريين عارفين ان اشقائهم المصريين اللي موجودين في سينا لا يتحملوا مسؤوليه بعض اهل الشر او اهل الشر اللي موجودين. احنا ما بنحملش ابدا اشقائنا في سينا واهلنا في سينا المسؤوليه في ده. نعم ده انا باكدها معاك وبقولها وكل الناس سمعاني. شكرا يا لا صحيح هي الموضوع مش عشان الشكر، لان احنا مدركين كويس قوي للواقع ده. وهو الارهاب موجود في سينا وفي غير سينا وفي محافظات الجمهوريه كلها. لكن انا عايز اقول لك بوجه لك الشكر والتحيه من خلالك من خلال شخصك لكل الله يبارك فيك مصري في سينا شريف وحريص على بلده. شكرا. وانا عايز اقول لك وارجو ان اهلنا اللي في سينا يسمعوا ان شاء الله. نعم الحقيقه الفتره صعبه وقاسيه. نعم. وانا عارف ان الاجراءات اللي بتتعمل نعم. اجراءات انتوا بتتحملوا معانا فيها. نعم. بس عايز اقول لك لو احنا ما عملناش كده سينا هتروح مننا ان شاء الله. سينا هتروح مننا وبالتالي وانا بقول الكلام ده للجيش. نعم. وللشرطه ولكم على قلب رجل واحد إن شاء الله. الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط قال إن القوات المسلحة استطاعت تغيير الوضع السياسي والتوازن الاستراتيجي ما بعد انتصار أكتوبر. لقد حققت القوات المسلحة المصرية المهمة المعطى لها وهو تغيير الوضع السياسي والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بوجود قوات مسلحة قادرة على الجانب الآخر في سيناء ووجود قوات جوية مصرية قادرة ممكن أن تضرب إسرائيل، بالإضافة إلى أن الوحدات البحرية المصرية موجودة في مدخل باب المندب لكي تغلقه وتقول لإسرائيل لا معنى لوجودك في شرم الشيخ لأنه نحن متواجدون في مدخل البحر الأحمر في هذا الصدد، وبالتالي تتحرك الأمور. يحدث فض اشتباك أول، يحدث فض اشتباك ثاني في سنة 75، ولكن تتوقف العملية السياسية لأسباب خارجة عن الإرادة المصرية. ويفكر الرئيس السادات كثيرا ثم يقول سوف أخذ المبادرة مرة أخرى ومثلما فعلنا في العبور سوف نعبر إلى السلام عبر مبادرة السلام وتنطلق العملية السياسية مرة أخرى. كما أكد أبو الغيط ثقته في قدرة القوات المسلحة والقيادة السياسية على اقتلاع جذور الإرهاب من كل أراضي سيناء وإحداث نقلة نوعية في ربوع مصر كافة. سوف تنجحون سيادة الرئيس وسوف ينجح الشعب المصري وقواته المسلحة، وأثق في كل كلمة سوف أقولها. إرادة القتال والتصميم سوف تفرض الهزيمة على خوارج العصر مثلما تقولون. سوف يعاد بناء سيناء وتنميتها. سيادة الرئيس سوف تبقى سيناء بكاملها أرضاً مصرية لكافة أبناء مصر، وسوف تنجح مصر وفي سنوات قادمة في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة على الأرض المصرية كلها سواء في سيناء أو في قلب مصر. مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب قال إن الكلفة الإجمالية لمشروعات تنمية سيناء تبلغ نحو 275 مليار جنيه. إن مشروع تنمية سيناء مشروع أمن قومي سيتكلف نحو 275 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه في إن شاء الله عام 2022. أهداف واضحة ومحددة، المضي قدما في مجال التنمية بجانب مواجهة تحديات الإرهاب. بداية التنمية بدأت ونحن نواجه الإرهاب ولم ننتظر، ولكن التنمية استمرت وبتستكمل.
استغلال الثروات الكامنة ومقومات التنمية في سيناء. سيناء تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع وتمثل 6% من إجمالي مساحة مصر كلية. إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة وجاذبة للاستثمار وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. كما أوضح محلب أن مشروعات الطرق الجديدة في سيناء تأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية للتنمية، كاشفا عن تنفيذ وتطوير نحو 12 طريقا يراعي المواصفات الجاذبة للاستثمار. نعرض المشروعات رفع كفاءة الطريق الساحلي من العريش حتى الميدان بطول 30 كيلو وعرض. كان دايما توجيه سيادتك أن كل الطرق الجديدة تكون 3 حارات في كل اتجاه، وده بيدي نوع من النظرة المستقبلية للتنمية على أرض سيناء. طريق العريش رفح بطول 40 كيلو عرض 27 متر، طريق عرضي بطول 144 كيلو، دي الطرق العرضية من بورسعيد إلى النفق. طريق عرضي بطول 160 كيلو وعرض 49 متر، طريق بغداد بير لحفن العريش بعرض بطول 60 كيلو متر وعرض 24 متر. طريق الإسماعيلية العوجة، طريق الجدي بطول 80 كيلو وعرض 10 متر، طريق النفق رأس النقب بطول 250 كيلو وعرض 49 متر، تكلفته وصلت إلى 280 مليون دولار، طريق النفق شرم الشيخ وده بطول 350 كيلو وعرض 68 متر بتكلفة تقريبا 2 مليار، الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلو عرض 60 متر، وطريق رأس النقب نويبع وادي وتير بطول 103 كيلو وعرض 11 متر. أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بتكليف الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن موطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسؤولين في جهاز مدينة القاهرة الجديدة وأجهزة أخرى بشأن أزمة تراكم مياه الأمطار. كانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل في وقت غرق بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وقررت إحالة تلك الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. هذا وتقوم الرقابة الإدارية بدور كبير في مواجهة ومكافحة الفساد الذي يبدو أنه تغلغل في أروقة بعض المؤسسات، حيث تمثل الهيئة حائط صد لمنع العدوان على المال والوظيفة العامة. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أخذ على عاتقه تطهير مصر من مختلف أنواع الفساد واقتلاع جذوره من جميع مؤسسات الدولة. الرئيس السيسي أكد في أكثر من لقاء أن محاربة الفساد والقضاء عليه هو أساس التنمية والازدهار، فأعطى الضوء الأخضر لهيئة الرقابة الإدارية لحماية مال الشعب وعدم التهاون في أي عدوان على المال العام. الهيئة العامة للرقابة الإدارية اختصها القانون بالبحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، بالإضافة إلى الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة للدولة. ومنذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الفساد كانت للهيئة ضربات عدة، ففي شهر سبتمبر من عام 2015 ألقت الهيئة القبض على وزير الزراعة آنذاك في ميدان التحرير بتهمة الفساد وتلقي الرشاوي من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال الأعمال. وفي نهاية يناير من عام 2017 نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات للتلاعب في تقدير قيمة أرض إحدى القرى السياحية. وفي واقعة فساد أخرى ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية السابق واثنين من رجال الأعمال بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد، وحصل المحافظ على رشوة قيمتها مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال في مدينة السادات. وفي أحدث واقعة أوقفت الهيئة عددا من المسؤولين عن العمل بعد تضرر بعض المواطنين من آثار الطقس السيء التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. ضربات ناجحة لهيئة الرقابة الإدارية أسهمت في محاصرة الفساد والقضاء عليه، لا سيما وأن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتطوير الجهاز الإداري. حصاد الأخبار لا يزال مستمرا، لنا عودة بعد هذا الفاصل.
لحضراتكم من جديد. ونواصل تقديم الأخبار. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية رياض في مسار جولة تشمل أيضا الأردن والأراضي المحتلة. من المقرر أن يلتقي بومبيو خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية عادل الجبيري لبحث ملف الإرهاب والأزمة السورية. قال مسؤول أمريكي رفيع أن برنامج طهران النووي يعد تهديدا للأمن الدولي، مضيفا أن واشنطن تحث دول العالم على معاقبة الأفراد والكيانات التي لا تزال مرتبطة بصلة مع النظام الإيراني. كان بومبيو قد شارك في اجتماعات وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي، وكانت ملفات الصدام مع روسيا والنووي الإيراني ومحادثات الكوريتين هي أبرز الملفات التي تطرقت إليها الاجتماعات. بعد ساعات قليلة من توليه منصبه رسميا، شارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي ببروكسل في خطوة اعتبرها البعض دعما قويا لمؤسسة قال عنها ترامب يوما ما إنها عفى عليها الدهر. وبرغم التشوش القائم في أوروبا حول سياسة ترامب الخارجية وخطابه الداعم لمبدأ أمريكا أولا، فقد استقبل الحلفاء بومبيو بحفاوة، وهو ما ظهر جليا في ترحيب الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ ببومبيو، معتبرا مشاركته في الاجتماع تعبيرا قويا عن أهمية الحلف. لكن الرسالة التي حملها بومبيو معه من واشنطن لم تلقى ترحيبا مشابها من جميع أعضاء الحلف الأطلسي، حيث يطالب رئيسه دونالد ترامب الدول الأعضاء في الحلف بزيادة انفاقها العسكري وبالتالي تخفيف الأعباء عن واشنطن. قضية مواجهة روسيا وسعي جورجيا وأوكرانيا ومقدونيا للانضمام للحلف إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية ملفات تصدرت جدول أعمال اجتماع وزراء خارجيات الحلف، والقضايا التي ناقش الوزراء في اجتماعهم لا تقل أهمية على الأجواء التي يعقد فيها. فالعلاقات الروسية البريطانية لا تزال تشهد توترا كبيرا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، فضلا عن تعرض سوريا لضربات غربية على خلفية الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما. وأخيرا ما أثير حول نية الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران. الفريق يعمل وأثق في أننا سنجري كثيرا من المحادثات لتحقيق ما أعلنه الرئيس. ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة وبدون التغلب على عيوب الاتفاق من المستبعد أن يبقى ترامب في ذلك الاتفاق. القمة بين الكوريتين كانت أيضا حديث المسؤولين في الحلف، حيث رحب أمينه يانس ستولتنبرغ بالقمة معتبرا أن العقوبات ضد بيونغ يانغ هي ما دفعتها للحوار. هكذا اختتمت الاجتماعات في العاصمة البلجيكية بروكسل، تصريحات فضفاضة لا تنبئ بأي قرارات مستقبلية في التحديات التي تواجه الحلف الغربي. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مراسلات مسربة إلى مصر وتورط الحكومة القطرية إرهابية. الأحداث تعود لعام 2015 حين اختطف عدد من أفراد الأسرة القطرية أثناء رحلة في العراق، ودفعت الدوحة لأجل ذلك مئات الملايين من الدولارات فدية لهم. نحن لا نصنع الإرهاب ولكننا نرعاه ونموله. هذه هي خلاصة المراسلات التي كشف عنها بين مسؤولين قطريين وعدد من الجماعات المصنفة دوليا بالإرهابية. صحيفة الواشنطن بوست قالت إن التسريبات التي حصلت عليها تثبت تورط مسؤولين قطريين على رأسهم السفير القطري لدى بغداد زايد بن سعيد، وبعلم وزير الخارجية وأحد مستشاري أمير قطر في التفاوض من أجل إطلاق سراح 9 من الأسرة الحاكمة القطرية و16 مواطنا آخرين اختطفوا أثناء رحلة صيد كانوا يقومون بها جنوب العراق. الصحيفة قالت إن المبالغ التي ورد ذكرها في التسريبات تصل إلى نحو 275 مليون دولار وزعت على جهات عدة من بينها الحرس الثوري الإيراني، كتائب حزب الله في العراق والمصنفتين إرهابيتين، بالإضافة إلى توزيع مبالغ نقدية على عدد من الأشخاص المتورطين على رأسهم الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي حصل على 50 مليون دولار، وأبو حسين قائد كتائب حزب الله في العراق والذي حصل على 25 مليون دولار، وأحد مسؤولي محافظة السليمانية وحصل على 50 مليون دولار، وبن هاي وهو أحد المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات وحصل على 20 مليون دولار. وقالت الصحيفة إن باقي مبلغ الفدية لم يكشف عنه بالتحديد، لكن التسريبات قررت رقم المليار دولار أكثر من مرة،
وأشارت واشنطن بوست إلى أن هذه الأموال كانت جزءا من صفقة أكبر تورطت فيها حكومات إيران والعراق وتركيا وميليشيات حزب الله اللبناني وجبهة النصرة الإرهابية التي ترعاها قطر في سوريا لفك الحصار على بلدات مضايا والزبداني وكفرية والفوعة بسوريا في أبريل من العام الماضي. وكانت القضية قد خرجت للعلن عندما صادرت السلطات في مطار بغداد ملايين الدولارات كانت على متن طائرة خاصة قطرية قبل إتمام الصفقة بأيام. شيع مئات الفلسطينيين في غزة جثمان الطفل عزام عويضة البالغ من العمر 14 عام الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء إصابته برصاص قوة الاحتلال على الحدود في غزة خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي حملت اسم جمعة الشباب الثائر. ردد المشيعون الهتافات المنددة بالجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. في موسكو اختتم اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لبحث آليات وسبل تسوية الأزمة السورية بشكل سياسي. الالتزام بمسار أستانا خيار أكدت عليه الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران لتسوية الأزمة السورية وسط اتفاق على عقد جولة جديدة في مايو المقبل. ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد خلال البيان الختامي للاجتماع رفض الدول الثلاث للهجوم على سوريا وعدم السماح بتقسيم سوريا طائفيا وعرقيا. الهجوم على سوريا أعاد جهود التسوية السياسية إلى الخلف، لكن العملية السلمية ستستمر. لن نسمح بتقسيم سوريا طائفيا وعرقيا. مؤتمر أستانا سيواصل العمل وسنحاول تعزيز ثقة الأطراف على الأرض. بعض أطراف المعارضة الخارجية تتحدث عن حل للأزمة سياسيا بشروط مسبقة، ومن بينها تقديم القيادة السورية إلى المحاكم الدولية على أنهم مجرمو حرب، ونحن نرفض ذلك. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد أكد على أن إيران تستهدف تقليل خسائر الحرب، وأن مساعي بلاده في مجملها تركز على التوصل إلى تسوية سياسية سلمية يقبلها الجميع. هدفنا الوحيد في مسار أستانا تقليل خسائر الحرب في سوريا. أخذنا على عاتقنا المسؤولية وسنركز على تسوية سياسية سلمية يقبلها الجميع. وفي مايو المقبل ستجرى لقاءات حول التسوية السياسية والإنسانية. إيران ترفض استخدام الأسلحة الكيماوية مهما كانت الأطراف التي استخدمتها، وندين بشدة أي عمل عدائي لتحقيق مصالح ضد سوريا. ندعم التسوية السياسية للأزمة السورية بأساليب سلمية، ونرى أن هناك مسؤولية للمجتمع الدولي في هذا الشأن. وزير الخارجية التركية تشاوش أوغلو من جهته أكد خلال كلمته أن الاجتماع أكد أهمية تشكيل آلية استشارية للتسوية في سوريا، وأن مخرجات أستانا كانت مكسبا لا يمكن تجاهله لجميع الأطراف. اليوم ناقشنا جوانب عملية أستانا وشكلنا إمكانية للتعاون في هذا الإطار. لدينا رأي مشترك بشأن سيادة الأراضي السورية. نحن نواجه الإرهاب معا، وعلينا تشكيل آلية استشارية للتسوية في سوريا. محادثات أستانا هي الإطار الوحيد الذي استطاع أن يجمع المعارضة والنظام على طاولة حوار واحدة. أستانا مكنتنا من إقامة مناطق خفض تصعيد. عملنا الثلاثي سيستمر، ولا يمكننا تجاهل مخرجات أستانا في أي تسوية سياسية. محادثات جنيف وسوتشي وأستانا تستهدف جميعها التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا التي اقتربت من 7 سنوات، وأكدت جميعها أن الخيار العسكري لن يجدي نفعا. قتل وأصيب العشرات من الحوثيين جراء قصف جوي شنته طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على مواقع استراتيجية في العاصمة صنعاء. بعد العملية الناجحة التي أسفرت عن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد، نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة هجمات نوعية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء. وكان من بين هذه المواقع القصر الجمهوري ومعسكر النجدة وقاعدة الدلمي الجوية، إضافة إلى وزارة الداخلية. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل العشرات من بينهم قادة كبار في صفوف الحوثيين أثناء اجتماع لهم.
وبالتزامن مع هذه الضربات نجحت قوات الجيش اليمني على مدار الأسابيع الماضية في السيطرة وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، وجبهتي الجوف ونهم وغيرها من المواقع. وفي المقابل نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وإسقاط 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة جازان، في وقت يتهم التحالف العربي إيران بالوقوف وراء دعم ميليشيات الحوثي بقدرات نوعية. بحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للعام 2018، تأكيد تزويد النظام الإيراني لميليشيا الحوثي بالقدرات النوعية بالطائرات بدون طيار وكذلك جميع الأجهزة المشغلة لها. الانهيار المتتالي في صفوف الحوثيين رافقه أيضا إطلاق عمليات عسكرية لتعقب فلول تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في حضرموت وشبوة وعدن، وأسفرت إحداها عن مقتل الرجل الأول في تنظيم داعش. وهكذا يواجه اليمن تحديات كبرى ما بين الميليشيات التي صادرت مقدراته وبين الإرهاب الذي يستهدف مواطنيه. لا تزال أرمينيا تعيش على وقع أزمة سياسية ما بعد استجابة سيرج ساركيسيان لمطالب المتظاهرين واستقال بالفعل من منصبه، بينما لا يزال يبقى كارين كاربيتيان رئيس الوزراء الذي خلفه متشبثا بالسلطة في وجه مطالب المعارضة. توتر متصاعد في الجمهورية السوفيتية السابقة أرمينيا، حيث شهدت في الأسبوعين الأخيرين موجة تظاهرات دفعت رئيس الوزراء سيرج ساركيسيان إلى الاستقالة بعد عقد قضاه في سدة الحكم. كما أدى رفض رئيس الحكومة بالوكالة كارن كاربيتيان عرضا لإجراء محادثات مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان إلى صب الزيت على النار في الأزمة المتصاعدة في البلاد. المحتجون يطالبون بتعيين زعيم المعارضة في منصب رئيس الوزراء المؤقت وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وتتهم الحركة الاحتجاجية الحزب الجمهوري الذي يتزعمه ساركيسيان بالتمسك بالسلطة بعد أن فشل عهده في معالجة مشكلات الفقر المستشري والفساد وسيطرة كبار الأثرياء المقربين من السلطات على اقتصاد هذا البلد الصغير. من جانبه قال رئيس الحكومة بالوكالة كارن كاربيتيان إنه يعتقد أن مفاوضات يملي فيها طرف جدول المحادثات، فيما الطرف الثاني غير قادر على ذلك لا يمكن اعتبارها مفاوضات. ورفض زعيم المعارضة أي تشبيه للحركة الاحتجاجية في أرمينيا بالميدان الأوكراني، في إشارة إلى الأحداث التي أدت إلى إسقاط الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش عام 2014، والتي تحدث الكثيرون عن دور قوى غربية في توجيهها، معتبرا أن ذلك يعكس فهما خاطئا لمجريات الأمور. بعد إصرار باشينيان على أن تتمحور أي مفاوضات حول مطالب المعارضة باستسلام الحزب الحاكم وتخليه عن السلطة وانتخابه هو رئيس جديد للوزراء ورفض كاربيتيان، يتعين على الجميع انتظار الأيام القليلة القادمة حتى تتضح أبعاد وحلول الأزمة الأرمينية. صمم مجموعة من المهندسين المعماريين البولنديين نموذجا أوليا لناطحة سحاب يمكن طيها ونقلها من مكان لآخر كمنازل مؤقتة لإيواء في حال حدوث أي كارثة طبيعية كزلزال أو فيضان. في محاولة لتشييد منازل عملية لإيواء آلاف اللاجئين الهاربين من شبح الكوارث الطبيعية والحروب، صمم مجموعة من المهندسين المعماريين البولنديين نموذجا أوليا لناطحة سحاب يمكن طيها ونقلها من مكان لآخر كمنازل مؤقتة للإيواء. استوحى المصممون الفكرة من فن الأورغامي الياباني، حيث يمكن طي ناطحة السحاب ونقلها جوا لأقرب موقع تعرض سكانه لكوارث الزلزال أو الفيضان، حيث يتم نفخ بالون هيليوم موجود بالمبنى ليرتفع لأعلى مكون ناطحة السحاب. ويعتمد عدد طوابق المبنى على كم غاز الهيليوم الذي يتم ضخه في البالون الداخلي، كما تمتاز الناطحة بشغلها لمساحات أقل 30 مرة من تلك التي يحتاجها تشييد الخيام والحاويات. وفاز المهندسون بجائزة مسابقة إيفولو السنوية للتصاميم المعمارية عن هذا التصميم بعد تفوقه على 525 تصميما معماريا من هابورغ يستخدم الطاقة الحركية للشلالات لتوليد الكهرباء. عشق الفتاة لرياضات الدفاع عن النفس جعل إحداهن تقرر ممارسة لعبة القتال المتنوعة أو ما تعرف بالـ MMA، والتميز فيها
تلك تجربة اللاعب آية سعيد. بحلم بصراحة ان انا اعمل فريق كبير وان انا اسفره بره وان انا اخليه الدنيا كلها تعرف اني بنت مدربة بتمرن فريق كبير وبتسفر بره مصر، وان انا امسك التحيات. يعني انا نفسي MMA تبقى في مصر فيها التحيات. في شغف واصرار استطاعت آية سعيد لاعبة فنون القتال المتنوعة او ما تعرف برياضة MMA أن تكسر الحواجز والمعتقدات الثابتة عند البعض عن عدم قدرة الفتيات على ممارسة الرياضات القتالية والتميز فيها. أنا أول بنت مصرية تلعب MMA. أنا بلعب MMA من عندي 15 سنة. كنت بشوف دايماً كابتن محمد عبد الحميد فريق التوب تيم، هو كان بطل عالم، كنت بشوف على طول بيلعب في الكيك بوكس. فبعدها بعد بقيت اتفرج عليه هو اتبنين، بدات بقى ان انا اخش في المجال MMA. بصراحه انا حبيتها لان هي فنون قتاليه كلها شامله. على الرغم من ان آية اصبحت زوجه واما لطفله، الا ان ذلك لم يمنعها من الاستمرار في ممارسه تلك الرياضه، وذلك بفضل تشجيع والدها وزوجها لها وايمانهما بما تقوم به. كله كان مستغرب لي، انت مش ولد عشان تلعبي حاجه فنون قتاليه. بس بصراحه بابا كان عمال بيحفزني يقول لي لا العبي، لا مالكيش دعوه بحد. جوزي بيشجعني من قبل ما اتجوز اصلا، وهو اللي بدا معايا ويحفزني. بس هو اصلا ملوش في MMA ولا الكيك بوكس، بس رغم كده بقى يحبها عشان انا بحبها. فبدا ان هو يتمرن معايا ويحب الحركات اللي انا بلعبها وبيحب ان هو يحفزني. شاركت آية في العديد من البطولات المحلية والدولية وحازت خلالها على العديد من الجوائز والمراكز، لتصبح بعد ذلك مدربة دولية في رياضة MMA. الحاجة الوحيدة اللي أنا بحب إن أنا أسعى فيها إن أنا بتفرج على حاجات وبشوف ناس من بره وبحب أقلدهم. يعني ده بحاول أوصل اللي بعد كده. أنا أقول للبنات كلها إن هي تلعب رياضة. الرياضة حلوة أصلا للبنت، يعني حاجة تدفع عن نفسي. لو وصلها لموقف مثلا في الشارع تقدر تدافع بقى عن نفسها. اللعبة مش وحشة خالص، بالعكس اللعبة يعني كويسة، وكمان الرياضة أخلاق. حسب الأخبار لا يزال مستمر لنا عودة. أهلا بحضراتكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار. شهد مجلس النواب انطلاق القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال وحضور عدد من رؤساء البرلمانات والوفود بالجمعية البرلمانية للاتحاد حول مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية. هجرة غير الشرعية التي أصبحت من القضايا الملحة في السنوات الأخيرة نتيجة للحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض بلدان العالم، إذ أضحى الملايين من البشر يهاجرون بحثاً عن الأمن بعد أن أصبحت حياتهم مهددة في بلدانهم الأصلية. ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي عانت من ظاهرة المهاجرين واللاجئين، ولهذا فقد نجحت في إصدار قانون مكافحة الاتجار في البشر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أعطى اهتماما خاصا للمهاجرين من الأطفال. وفي هذا الصدد فإن دورنا كبرلمانيين العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لتلائم أوضاع المهاجرين والتأكد من أنها ضد الكراهية والتمييز. هذا وألقى وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان كلمة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حيث أكد أن مصر تقدم في حربها ضد الإرهاب نموذجا للتوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام الحقوق والحريات. وتقدم مصر في حربها على الإرهاب نموذجا للتوازن بين متطلبات الأمن القومي المصري واحترام الحقوق والحريات العامة. إن قناعتنا دائما أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية. لذا فقد كان قرارنا أن تتزامن المواجهة الأمنية
مع جهودنا لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل في كل ربوع الوطن. قضت جناية القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل وعشرة آخرين في اتهامهم بتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، وكذلك بعد إدانتهم في اتهامات من بينها محاولة التحريض على وزارة الداخلية. بمعاقبة كل من منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل، إسماعيل أحمد مختار حسن، سامي محمد عبد الشافي، محمد علي إبراهيم، شريف رضا أحمد، أحمد محمد محمد سليمان، علي سعيد إبراهيم أبو المجد، سعيد محمد غياتي محمد، حسام السيد طه، وليد رجب محمد محمد، محمد صبحي أحمد سليمان بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم. ثالثا، وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة. افتتح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق فعاليات مؤتمر الثقافة ودور الفنون والإعلام في توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية ودعم الهوية الذي تنظمها حركة بان أفريكان العالمية، وأكد فائق حرص مصر على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية بعضهم البعض. العلاقات الثقافية بتدعم السياسة بطبيعة الحال، لكن في الوقت نفسه أهميتها إنها مستمرة. وإحنا بيهمنا جدا تماسك القارة الإفريقية. إحنا في عالم لم يعد في مكان للكيانات الصغيرة، لازم إحنا عشان نتعامل ونكون فاعلين في هذا النظام الدولي لازم نكون متماسكين دول أكتر. فبالتالي سواء كان تجمعنا العربي أو تجمعنا الإفريقي والاثنين مطلوبين. فالناحية الثقافية لها أهمية، وعشان كده الفعاليات بتاعت النهاردة كلها هي بين 3 منظمات صحيح، 3 مهتمين بالنهاية اللي هي البان أفريكان موفمنت وجمعية أسرة وادي النيل والمجلس الاقتصادي الإفريقي. منظمة بان أفريكان موفمنت العالمية هي تعتبر أول منظمة عالمية اهتمت بالشأن السياسي الخاص بالدول الأفريقية، وامتد هذا الاهتمام ليجمع دول العالم الثالث التي عانت من نفس الظروف التي عانت منها الدول الأفريقية من استعمار وتمييز عنصري وسلب ونهب لموارد الدول الأفريقية. عثر مجموعة من علماء الآثار على أكبر مقبرة جماعية للأطفال وحيوانات اللاما في بيرو، حيث تضم نحو 140 هيكلا عظمي. في حدث غير مسبوق على مستوى العالم، تم الإعلان عن مقبرة جماعية تحت التنقيب منذ عام 2011 في شمال بيرو كأضخم تضحية جماعية للأطفال في العالم، حيث عثر علماء الآثار على أكثر من 14 طفلة و200 من حيوانات اللاما جميعهم مقتولين في مقبرة جماعية في بيرو منذ أكثر من 500 عام. وما زالت تجرى تحقيقات علمية من جانب الفريق الدولي المتعدد التخصصات بقيادة جابرييل بريتو من جامعة تروخيو الوطنية وجان فيرانو من جامعة تولين، وتتراوح أعمار الأطفال ما بين من 6 إلى 15 عاما، ويقول التقرير إن جروح الأطفال والحيوانات وخلع الأضلاع يشير إلى أن صدورهم كانت مفتوحة ربما لإزالة القلب، الأمر الذي يشير إلى أنه قد يكون طقسا دينيا متبعا حينها، حيث اشتهرت حضارات الإزتك والمايا والإنكا بالتضحية البشرية المتتالية كطقوس دينية. جميع الجثث التي وجدناها كانت من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، ربما حدث ذلك لفتح القفص الصدري واستخراج قلوبهم. كانت تلك هي الطريقة التي قامت بها إمبراطورية شيمي بين القرنين 10 و15 من عصرنا، وعاشوا على الساحل الشمالي من مدينة شانشان.
على الرغم من صعوبة تحديد الجنس بناء على بقايا الهياكل العظمية في هذه السن المبكرة، إلا أن التحليل الأولي للحمض النووي يشير إلى أن كل من الأولاد والبنات كانوا ضحايا، ومن المحتمل أنهم كانوا ينتمون إلى مجموعة عرقية مختلفة. سعيا لمساعدة المطلقات نفسيا وتوعيتهن بحقوقهن، أطلقت محاسن صابر إذاعة على الإنترنت تحت اسم مطلقات راديو للحد من الوصم الاجتماعي المرتبط بالانفصال. بعد أن عانت مصاعب اجتماعية وقانونية كبيرة لتنهي زواجها، قررت محاسن صابر مد يد العون لأخريات يتعرضن لذات التجربة المرة بإطلاق إذاعة على الإنترنت تحت اسم مطلقات راديو للحد من الوصم الاجتماعي المرتبط بالطلاق. فمن داخل مقهى انترنت في محافظة الشرقية تقدم برامجها والتي تجمع ما بين محاولات الإصلاح بين الزوجين وكذلك الإجراءات القانونية للطلاق، كما تنشر محاسن الوعي بحقوق المطلقات والخدمات التي تقدمها الدولة لهن. يعني على أرض الواقع بنعمل صلح للمطلق مثلا لأي متجوزة بينها وبين جوزها، بنعمل محاولة إصلاح للمطلقة، إعادة بنائها نفسيا واجتماعيا، بنتواصل مع ناس، بنتواصل مع بشر، يعني بننزل كمان مثلا بنعمل حاجات خدمية، الحكومة مثلا بتقدم خدمات من خلال مجلس قوام المرأة، من خلال مراكز الطفولة، فاحنا بنعمل حاجات توعية بمهات توعوية، بنقول للناس مجلس القومي يا جماعة بيقدم لكم كذا وكذا وكذا. وسعي لدعم وتشجيع الفكرة، قدمت 35 سيدة مساعدات تقنية للمنصة الجديدة غير الهادفة للربح، كما جذبت المنصة أيضا مساهمات نسائية من مختلف دول العالم كالسعودية والسودان وحتى إيطاليا وإسبانيا. وتقدم تلك البرامج أيضا مساعدات نفسية للنساء التي يجدن صعوبة في التكيف مع حالتهن الاجتماعية الجديدة. وقد أشادت المطلقات بأهمية الفكرة في دعم دور المرأة الهامة في المجتمع. طبعا محتاجين جدا، وبدل ما بنقعد نتكلم في حاجات تانية مش كويسة يعني، لا نسلط الضوء على الحاجات المهمة. وبعدين المرأة مش نص المجتمع، المرأة المجتمع كله، هي اللي بتطلع الوزير وبتطلع الضابط والمهندس وبتطلع الرئيس، فلو هي ست مرتاحة نفسيا وعايشة كويس أكيد هتطلع عجل كويس. ولا تقتصر الإذاعة على دعم المطلقات فقط، بل تقدم خدماتها لمختلف أفراد الأسرة وكذلك لغير المتزوجات. هو الراديو رغم أن اسمه مطلقات راديو، بس هو بين قوسين راديو الأسرة، يعني هو بيهم كل الأسرة، من الطفل إزاي تربي ابنك، إزاي حتى اللي مش متجوزة إزاي تختاري شريك حياتك، إزاي نكون أكتر إيجابية في حياتنا. ووفقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فهناك 100,000 حالة طلاق سجلت في العام 2015، مما يعطي أهمية كبيرة لمثل هذه الإذاعات والأنشطة الداعمة للمطلقات. نظمت الهيئة العامة لتنشيط السياحة بدار الأوبرا الحفلة الختامية للمسابقة الدولية لملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 التي تقام في مصر للعام الثالث على التوالي لاختيار ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة. 60 دولة من مختلف أنحاء العالم شاركت في مسابقة ملكات جمال الكون للسياحة والبيئة التي اختتمت أعمالها، فهذه العروض تعتبر آخر الفعاليات بعد عدة مراحل مرت بها المتسابقات، شملت الغناء والرياضة والرقص وأفضل فستان أعيد تدويره وتمثيل بلادها من خلال ثقافاتهم المختلفة. أنا بعتقد أنه بيبقى فيه مردود فعل على مدار العام كله بعد كده، من تواجد ملكات الجمال على اختلاف جنسياتهم في مصر، من تواجد المصرية المرشحة للرقب خارج مصر ما بينهم، فأعتقد أن دي بتبقى زخم كده لطيف، يعني أن احنا نبقى متواجدين. طبعا هم بينشطوا للسياحة الداخلية والخارجية، بما أنهم بيكونوا هنا في مصر، فالناس لما بتبتدي تشوف الفعاليات بتاعت المسابقة بتشوف الأماكن اللي البنات راحوها وبيبقوا عندهم شغف أن هم يروحوا يشوفوا الأماكن دي، في نفس الوقت أن هي بتنشط السياحة لبلدهم، لأن أي واحدة فيهم لما بتيجي بتبوست صورة للمكان اللي كانت فيه على السوشيال ميديا أو بتوري الناس المكان وجمال مصر، بتبتدي أهل بلدها يقتنعوا بأن مصر بلد أمنة وجميلة وأن فيها أماكن سياحية كتير جدا ممكن يجوا يزوروها. الترويج للمناطق السياحية والتاريخية في مصر هو الجانب الأبرز في استضافة الاحتفالية بعد جولة قامت بها المتسابقات خلال الأيام الماضية، شملت عدة مناطق سياحية
ومحافظات مختلفة. ده حاجة مهمة جدا لتنشيط السياحة في مصر، وخاصة في الفترة دي ان احنا محتاجين كده، خاصة بعد الثورة وبعد الأحداث دي. فأي مسابقة بتيجي مصر، أي فيلم بيجي مصر، بيكبر السياحة وبيعيد نشاط مصر أكتر من الأول. فدي حاجات احنا كلنا كفنانين وكمتسابقات وككرو أفلام لازم نوضح للعالم ده مصر وصلت فين من خلال أفلامنا ومن خلال مسابقتنا. دي حاجات مهمة جدا. احنا بنوري معالم مصر للأجانب وللدول وللوطن كله. في ناس كتير قوي ما تعرفش، مثلا كانوا هم في العين السخنة منزلين مناظر في العين السخنة، في الأهرامات نزلوا برضو صور في الأهرامات. فطبعا دي حاجة مهمة وفي توقيت مناسب جدا. ابتدت الملكات العالم ييجوا وبدأوا يلفوا أماكن كتير في مصر، ودي كانت حاجة ساعدت بالذات السوشيال ميديا، لأن هي من أهم الحاجات دلوقتي في العالم ان هم يحطوا صور عن مصر وكده. بلادهم هيشوفوها وهيشوفوا الصور دي وهيحبوا ان هم يجوا يشوفوا الاماكن اللي هم فايتينهم في مصر. الجدير بالذكر ان مصر نظمت المسابقة للسنة الثالثة على التوالي تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية. احمد فرج، اون لايف. ختام الحصاد، ونذكركم باهم ما عرضنا. خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، السيسي يؤكد أن التحدي الذي تواجهه البلاد داخلي وليس خارجي. بومبيو يبحث التهديدات الإيرانية خلال زيارته المملكة. وواشنطن بوست تنشر مراسلات قطرية تؤكد دفع الدوحة مليار دولار لميليشيات وإرهابيين في العراق. هذه الساعة الإخبارية انتهت، ونلتقي على رأس الساعة. إلى اللقاء بإذن الله.